نشوف فيها لو سمحتم بث مباشر هنا من مدينه القطار الى اي حضر معنا مشجع رجوي في تامي منطقه كبيره قريه قطنه نوائي التاونات فهو مغرب ارشح لفريق رجاء العالمي تيجي من مسافه ديال 100 كيلومتر وما يزيد من اجل تغيير الاجواء داخل مدينه القطار السر. وعليكم السلام خويا. انا خالد بالفيلالي الملقب بالعلودي نعيش في قرية بوه محمد نواحي ديال تاونات فاس قريب لينا تا فاس واني كنعشق فريق الرجاء البيضاوي يعني منذ الصغر اللي يعني فتحت عيني فتحتها في الرجاء كنعرف غير الرجاء. كنعرفو ان اغلبية ديال السكان ديال المنطقة ديال قرية محمد هما كيميلو الفريق المغربي فاس فاش اخترت انت فريق الرجاء؟ انا كتعجبني الرجاء اختاريت الرجاء لان الرجاء اللي هي اللي كنتمتع بالكرة ديالها كتعجبني الكرة ديالها كنعيش الأجواء ديالها عشت مرتاح كنت في شحال هذه راه كان شوية أمور ماشي بحال دابا كنا كنتكرفسو في الطريق كنمشيو معذبين يعني الديبلاصة يعني كان الكار كانت كنا كنتكرفسو أكثر من دابا وإني دابا الحمد لله وإني الراجة يعني يمكن هي الراجة. عرفناك أنك تتفضل أنك تجي للمدينة الضربية أي مقابلة ديال فكتبغي تعيش أجواء كأنك رجاوي بيضاوي. رجاوي بيضاوي كنفتخر به يعني رجاوي بيضاوي يعني هنا كتجي كتعيش الأجواء كدوز ماتش زوين كتعيش مع الأصدقاء يا حزن يا فرحة يا أي حاجة كتعيشها من الواقع بالواقع ما يمكنش تما في البلاد يعني ما يمكنش تفرج في الرجا كما باغي أنت ولا مرتاح ولا يعني هنا كتعيش مرتاح تفرج في الرجا مرتاح كما كان الحال كما كان الحال كتكون مرتاح. كنعرفوا ان على فرق رجاء في هذه اللقب ديال النادي الشاب يعني ما كيامنش باش من المدينه باش من القريه باش من البلاد من فالهم ديالهم الوحيد هو شعار النادي انت بالنسبه لك كيفاش كتجي من المنطقه ديالكم تمشي للمدينه الضريضه كيفاش كيكون الاستقبال ديال الجماهير الرجاويه؟ لا اخويا كتكون استقبال كبير اصدقاء زعما كيرحبوا بينا ما عمرنا لقيت المشكل انايا مع الناس ديال كازا بعدا كاملين يعني كالدراري كنتلاقاو امور مزيانه كيستقبلونا نجلسوا معاهم ندوزوا معاهم وقت زوين الحمد لله. كيفاش كدوز نهارك؟ بخير مزيان يعني كتجي تمشي لتيران الدراجة يمكن لك تمشي للبحر يمكن يعني اي بلاصه بغيتي ديبلاصي ليها كتلقى الناس معاك واقفين معاك ما يمكنش يفرطوا فيك يعني محسوب واحد منهم. اكيد كما كيساندوا بعضياتهم. كيساندوا بعضياتهم المهم انا كنتعاطف نقدر نتعاطف مع المغرب فاسي واني انا رجاوي يعني انا كنفضل الرجاء على اي حاجه اخرى ما يمكنليش نتعاطف مع المغرب يعني المغرب فاسي الرجاء انا مع الرجاء راه ما يمكنليش نتعاطف مع المغرب فاسي خارج على الرجاء مع الرجاء راني مع الرجاء ما يمكنليش يعني ما يمكنليش نشجع الماس ضد الرجاء ما يمكنليش انا رجاوي. مؤخرا ولكن كتشوف واحد السلسله ديال التدريب تغيير المدرب مدرب اخر استغنى عن بعض الركائز كيفاش كتشوف انت فرق رجاء الرياضي في التفكير؟ انا بعد اللي كنتمنى الاولى اليوم امور اليوم تدوز على خير وبخير نديو الكاس ان شاء الله نوليو فرحانين للبلاد نمشيو للقريه ناشطين بخير وهذا الشيء هذا راه ما كينقش من الرجاء راه ما ينقش من الرجاء يعني ازمه ولا هذا الشيء ما المهم الرجاء عندها ولادها عندها الناس ديالها عندها حكماء عندها ماشي الحكماء بديك المعنى هذوك اللي كاينين تما لا عندها حكماء عندها رجال خارجين يعني كيخدموا في الظل واقفين مع الفرقه الحمد لله. الاعتماد على ابناء الفريق هذيك احسن حاجه انا كنشوف يعني ولد الفرقه ما عمره يفرط في امه دري ما عمره يفرط في والديه وهي هذيك يعني الدراري دراجة راه ما عمرهم ما يفرطوا في الراجة يعني ديما كتلقاهم كي يعني ما خلاش بزاف ديال الحوايج الازمه وداك الشيء وين هو كيبغي غير يشوف الراجا ديما مزيان ديما غادي لقدام هذا الشيء اللي كنتمناه من الله نتمناه من الله. المعطى الاخير كنتمنى به هو غياب محسن شو اللي
هذه اللي ما كناش كنتمناوها. يعني محسن هذا تقريبا التالي ديال الكالير ديالو، يعني كان خصو على الاقل يكون حاضر في هذا الفينال. هذه ما كانش خصها تكون، نتمنوا من الله ما كانش خصها تكون. توقعت ديالك نتيجه المباراه؟ ما يكون الخير ان شاء الله، تكون ناشطا ان شاء الله يا رب، ما يكون الخير، الرجاء رابح ان شاء الله. اللي درتيه هي 5 كيلومتر وما يزيد، كانت الامنيه ديالك انك تمشي للبيني؟ كانت الامنيه ديالي نمشي لبنين. ساعه المهم يعني الظروف هي اللي خلاتني ما نمشيش. الظروف ديال انك تمشي وتجي دوز 10 ايام الحجر الصحي وشي امور، يعني من الاحسن عندنا حنا وليدات العيد الكبير جاي، يعني فضلنا نبقاو في كازا، ما نجيو نتفرجوا مع الخوت في كازا ونشطوا في كازا ونفرحوا في كازا ونمشيو بحنا. كنتمنى من الله كل شيء يوقف مول الفرقه، يعني ماشي اليوم ولا غدا، يعني تبقى في مول الفرقه الى اخر نفس.